السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سلامة يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله ميعادنا مع درس جديد في المجموعة بتاعتنا ان شاء الله صفحة 36، درس تحليل وتكوين العدد 10. يعني بمختصر كده يعني مكونات العدد 10، يعني 10 بتتكون من ايه؟ يعني اجزأها. طيب نفتح مجموعتنا يا سنة أولى صفحة 36. ناخد مع بعض ان شاء الله نشاط واحد ونشاط اثنين. أول حاجة هناخد نشاط واحد، بيقول لي أكمل ما يلي متكون من العدد 10. طبعاً إحنا كلنا عارفين إن صوابع إيدينا 10، بس ناخد هي صوابع إيدينا 10. طيب نبص مع بعض، ال 10 اللي هو تخيل الحروف 10 بتتكون من إيه؟ وأنا عايزة أجزأها، عايزة أشوف مكونات ال 10 دي إيه؟ هو كاتب لي عندي 2 و8، 2 زائد 8 يديني 10. طيب عايزين نشوف بقى الخمسة دي أزود عليها كام عشان تديني 10؟ نفس طريقة الجمع عادي يا سنة أولى، أحط الخمسة في مخي وأعد لحد ما أوصل للعشرة، أعد على إيدي لحد ما أوصل للعشرة. بعد الخمسة 6 7 8 9، وفي ناس كتير تقول لي يا ميس طب ما 5 و5 10، دي سهلة خالص عشان صوابع إيدينا 10، 5 زائد 5 يديني 10. نفس الفكرة، كام زائد 6 يديني 10؟ أحط 6 في مخي وأطبق إيدي وأعد لحد ما أوصل للعشرة. بعد 6 7 8 9 10، صار عندي كام صبع على إيدي؟ 4، قلت بـ4. طيب هي 4 زائد 6، هي 6 زائد 4. طيب نيجي مع بعض نشوف 7 أزود عليها كام عشان تديني 10؟ يلا نعد بعد 7 لحد ما نوصل للعشرة. بعد 7 حطيناها في مخنا ونطلع على ايدينا، يلا بعد 7 8 9 10، طلع عندي كام صابع؟ 3، يبقى 3 زائد 7 يساوي 10. طب كام زائد 3 يديني 10؟ نفس الفكرة، مش لسه قايلين 3 زائد 7 يساوي 10، يبقى هي 3 زائد 7 هي 7 زائد 3 يديني 10. طيب لأن الجمع عملية إيه؟ إبدالية. لو خدنا يا سنة أولى إن الجمع عملية إبدالية. طيب هنا 9 دي أزود عليها كام عشان تديني 10؟ معايا 9 جنيه، باقي عليهم كام عشان يبقوا 10؟ في ناس كتير بتقول لي جنيه دي تبقى 1، 9 زائد 1 يدينا إيه؟ 10، وهي 1 زائد 9 يديني 10. طب الصفر انا معيش ولا جنيه، عايز يكون معايا 10 جنيه، بقى انا كده 0 زائد كام يديني 10؟ 0 زائد 10 يعني الصفر ده هوا، وهي ال 10 زائد الصفر يديني 10. وكده احنا خدنا مكونات العدد 10. ونشوف مع بعض نشوف 2 بيقول لي اجمع 8 زائد كام يديني 10؟ سهلة جدا، احط ال 8 في مخي زي ما متعودين تجمع يا سنة أولى. بعد 8 9 10، يبقى كده احنا ظهر على ايدينا 2 عشان نوصل للعشرة، يبقى كده 8 زائد 2 يساوي ايه؟ 10. طيب و3 زائد كام يديني 10؟ نفس الكلام، اعد بعد ال 3 احطها في مخي واعد بعديها لحد ما اوصل للعشرة، اعد بعد ال 3 4 5 6 7 8 9 10، ظهر كام صبع على ايدي يا سنة أولى؟ 7، هنكتب في النقط 7. طيب بعدين نكتب 5، وجايب لي نقط قبلها بيقول لي كام زائد الخمسة يديني 10؟ دي سهلة جدا، واحنا عارفين ان 5 زائد 5 بيساوي 10. طيب بيقول لي نقط زائد نقط يديني 10، عايزين أي عددين من اللي احنا لسه واخدينهم مجموعهم 10. مثلا 6 زائد 4 تديني 10. طيب هو مديني بيقول لي بعد كده نقط زائد 10 معناها ايه؟ ايه اللي هنزوده على 10 تديني ال 10 زي ما هي؟ اللي احنا بنقول عليه هو اسمه ايه؟ الصفر. شطار يا سنة أولى، الصفر، يبقى الصفر زائد 10 يديني 10. وعندنا قوس قزح للعدد 10 مرسوم عندنا في ملزمتنا، نبدأ من الصفر، طبعا من الصفر 1 2 3 4 5، والخمسة دي تمد معانا هنا ونكمل 5 6 7 8 9 10. طب ايه فايدتها يا ميس؟ معناها ايه؟ اهو الصفر زائد العشرة يديني 10، والواحد زائد التسعة يديني 10، والاتنين زائد التمانية يديني 10، والتلاتة زائد كام؟ 7 يديني 10،
والأربعة زائد الستة اديني 10، والخمسة زائد الخمسة اديني 10، وده مستزح للعدد 10. الواجب معانا يا سنة أولى هنحل المنسى مستحيل.